Angola, see? Hold on. عسلامة، مرحبا بكم في الفيديو هذايا. نعرف طولت عليكم بصراحة وما كرنيش، أما على غالب الظروف اللي تعديت بها الفترة اللي فاتت كانت نوعا ما مضغوطة، لكن هاني جيت هاني باش نحكي لكم شنو اللي صار وأنا وين تويكا. بعد الأكسيدون قعدت فترة نرتاح كما شفتوا في الفيديوهات اللي فاتوا، وكان لازمني بعد الراحة هذيك اني نعمل حصص متاع اعادة تأهيل فيزيوثيرابي، خاطر كتفي ما رجعش كيما كان. انت بعد شهر كامل من الراحة مشينا لانغولا، ولكن قاعدة الاصابة مأثرة عليا ما نجمش نبسكن. دونك مشيت الفيزيوثيرابيوت وقالوا لي اللي لازمني اسبوعين فما اكثر من الحصص هذايا. في الفترة هذيك الفيزا متاعنا قاعد يمشي منها الوقت، دونك مشيت للإدارة متاع الأجانب والهجرة، حبيت نعمل إكستنسيون متاع فيزا وعملوا لي إكستنسيون متاع فيزا، زادوني شهر آخر. ولكن وقت اللي مشيت أنا وعبد الإله، عبد الإله زاد حب يقعدوا معايا حتى لين أنا نرجع أون فورم ونعاودوا نكملوا الطريق مع بعضنا، ولكن للأسف قالوا لي هو ما عندوش الحق إنه يعمل تجديد للفيزا متاعو، على خاطر هو ما يحتاجش فيزا باش يجي لأنغولا. دونك اللي يحب يقعد اكثر من شهر في انغولا هو ما يحتاجش فيزا، لازم يطلب فيزا، والفيزا دي كانت مكلفه برشا. دونك انا بيسك خلصت ديجا الفيزا في الامباساد في الكونغو، خاطرنا باسبوري ما يسمحليش باش ندخل من غير فيزا، كانت فما اكستنسيون تاع الفيزا هذيك اللي انا خديتها. دونك خديت شهر اخر باش نجمت نكمل فيزيوثيرابي ونعاود مباشر الطريق. في الاسبوع هذا اللي تعدى كملت الحصص نتاع الفيزيوثيرابي الكل وعاود شديت الطريق من جديد، ولكن للاسف نلقى عبد الله خلي بيصل ناميبيا. دونك كان صعيب ياسر اني نعاود دخلت عليه، وبطبيعه الحال انا مازلت مانيش اون فورم 100%، قاعده نسيس في روحي بشويه بشويه، مانيش قاعده نعمل في ديستانس كبيره كل يوم، وقاعده زاد نحاول نستمتع ونكتشف انغولا قدر الامكان. دونك من هنا لين نعاود نتلاقى بعبد الاله مره اخرى، ما نعرفش الحقيقه وقتاش، ممكن في ناميبيا، ممكن في افريقيا دي سود، نحن والظروف، نحن والريتم نتاعنا. حبيت نشكركم على متابعتكم وعلى دعمكم لنا، وخاصة على سؤالكم عليا كل ديما، كنت نفرح برشا اللي فما ناس ربحتهم من اليوتيوب. أنا صحيح ما نعرفكمش أون بيرسون، ولكن عندكم معزة كبيرة في قلبي لخاطركم ساندتونا في أكثر المواقف الصعيبة اللي تعدينا بها في الرحلة هذية، وتشاركنا معكم زادة أكثر حاجات مزيانة تعدينا بها، هذاك علاش تستحقوا الفيديو هذايا وتستحقوا اكثر منها. ممكن ما كنتش تشوفوني في الفيديوهات الجايه بحكم مانيش مع عبد الاله، ولكن حتى كان ما كنتش تشوفوني على القناه هذه تنجموا تلقاوني على الفيسبوك اللي مغروم بالقرايه، خاطر انا عندي صفحه نكتب فيها عندي مده موجوده، زاد على تيك توك عملت كونت جديد خال نعمل فيه في فيديو تكي قصار على الطريق وكل، و ميم طون عندي انستغرام ويوتيوب، ولكن يوتيوب نهبط عليه جوست لي شورتس كهو. دونك اللي حاب يتابعني مرحبا بي، تلقاو لي ليام تاع لي كونت نتاعي في الديسكريبسيون. وقبل ما نكمل الفيديو هذا حبيت نعطي لكم هدايا. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much تكون عجبتكم الغناية. مانيش متراني عليها بالقد، ولكن قاعدة نحاول نتعلم أكثر غنايات، إن شاء الله باش تلقاهم كيما قلت لكم في لي كونت اللي حاب يتابعني، إلى أن إن شاء الله نرجع لكم في فيديوهات جديدة مع عبد الإله. شكرا لمتابعتكم ونحبكم برشا. هلا سبورت سبورت سبورت. هذه هي الأمبيونس هنايا، هذه مدينة تاع بنغالا، الكوط ديالها بانت ليا زوينة، وبغيت نبدا منها هذا الفيديو. هذه هنا شو تيبان لكم البحر، والهيها تيبان لك الجبل، كاين الجبل حتى هوايا. بانت لي الدنيا نقيه هنايا، البحر زوين، الناس طلعت بزاف تيترينيو. هلا الدنيا واعره، الدنيا واعره، الناس ناشطين. Thank you.
مابقاش ليا الوقت بزاف هنايا في انغولا، بقى ليا 10 ايام وبقى عندي طريق طويله بزاف، فقررت بانني غادي نخربها بالكار. عزلت احسن بلاصه اللي غادي نقدر نبيدالي فيها، غادي ندير فيها 300 كيلومتر تاع الفيلو، وخاصني نتجه للحدود يلا ندير اجراءات تاع الفيزا ونخوي البلاد، حقاش ما بقاش عندي الوقت. فغادي ناخذ كار من هنايا، غادي يديني لواحد البلاصه سميتها بنغيلا، ومن بنغيلا غادي نضرب واحد الطريق فيها واحد الفيراجات، وغادي نهود على شي قبائل، وغادي نمشي لواحد البلاصه سميتها ماميب، ماشي ناميبيا، هذه مدينه سميتها ناميب، كاينه في انغولا، تاهي تقريبا تتولي بحال شكل الصحراء، وفيها مناظر زوينه، غادي نمشي نشوفها. لاكوت عندهم زوينه هنايا. تابلت الارتيزان هلا برو، هاو ار يو؟ هنايا تيديرو الارتيزان هلا، الارتيزانه ديالهم. غادي نرجع نشوف هنايا الدنيا كي دايره، هادشي تاع الارتيزانه كتبان غير صحاب الراسطه هما اللي شادين هاد لي بوتيك هادو تاع الارتيزانه. هاي دونفاس، ثانك يو برادر. الدنيا هنايا صانعين، دايرين لهم هاد الكابانوات ديال العود، هما اللي دايرين فيهم لي سناك، دايرين فيهم القهاوي، داكشي واو. أنا مع الراستات تونغولا سي هولو باتيا فلسطين مان وي كام تو بنغيلا راستا فور لايف راستا فور لايف راستا جوزوي نا كازا مان فيتور بيزنس مان ثانك يو ثانك يو ثانك يو مان ولاد البلاد شكال وليفر وي ار سي مان ثانك يو ماي براذر ثانك يو بيس اند لوف بيس اند لوف لوف اند بيس هادو اللعيبات ديالو اللي تبيع تيصايبهم هنايا وتبيعهم البراسليات هنا كاينين واحد الدراري صغار في الشوارع، هذا تلاقيت معاه قبيله وعاود تلاقيت معاه دابا، ملي تلاقيت معاه المره الثانيه قلت ليه لعب لينا موسيقى، تيلعبوا الموسيقى في الزنقه وتيدبروا على راسهم. ها هو هذا الاول، هذا ما مساليش تيقصي الاجواء في الشاطئ تاع بنغيلا واعره والدنيا زوينه هنايا. هذه الوقيته قبل من الغروب نشاركها معكم. لارتيست سي موا بابا سي موا لارتيست سي لارتيست كي ديو لو بروتيست سي لوي كي كري تو سي بو تابلو. انشانتي بابا. Vous pouvez vous présenter, nous dire ton nom, le nom. Et je réponds au nom de Maître Capesse. Le maître. Maître Capesse. Capesse, enchanté, papa. Merci. Bon, j'apprécie énormément le travail que merci, vous faites. Merci, merci beaucoup, merci. Surtout là, voilà, c'est une âme libre, comme on dit, oui. Quoi, qui veut vivre de l'art et dans une région comme ça. Merci beaucoup, papa. Merci, merci. Vous êtes la santé. Ensemble. Vous avez dit, chabé. Deja todo para atrás.
in Belvoir. You have good voice. Beautiful, good. Tu veux devenir grand artiste? C'est quoi ton rêve? Devenir artiste? Oui. صباح الخير عليكم. البارح في الطريق جيت في الكار وصلت هنايا مع الجوج ديال الليل. كي وصلت للمدينه تاع لوبانغو جيت فرشت في الارض وتكيت نعست بخير. هنا السيكوريتي عندهم تعرف هاد الكيران هادو والمحطه ديالهم مامنه وفيها السيكوريتي وما تيخليوش اي واحد يدخل وما كاين النظام كبير عندهم في داكشي ديال الكيران. والكيران قيين وجداد وخاص الشيفور عندهم عيان زير وعندهم داك الشيفور تيكسيري ويفراني كسيري وفراني. قهرنا في الطريق. دابا انا في لوبانغو وغادي نكمل الرحله ديالي هنا من لوبانغو وغادي نمشي لواحد المناطق اللي هما زوينين وغادي نديكم معايا تكتشفوا. والفطور ديالي هو هذا. هذا عندهم هذا الخبز هذا صغير ناضي هذا هي زوين تندير فيه داك الكاوكاو والبنان. هذا هو الموجود هاد الساعه هادي باقي ما لقيتش العسل باقي ما خديتش الفرماج باقي ما خديت والو. وليبتون هاد المدينه هادي تاع لوبانغو معروفه بواحد التمثال هو اللي كاين فوق في داك الجبل راه ولا شتو راه كاين تمايا الفوق وانا غادي نحاول نطلع ليه. كنت باغي نغامر ونطلع على ديك البلاصه دابا بصح بدا تيجيني الجوع فنقصي بعدا ندبر على شي بلاصه نتغدى فيها تحيد شويه هاد الشمس ونطلع ان شاء الله. طلعه راه قاصحه كلها جبل كما تتشوفوا فيها والهبطاره فاضله. المدينة هنايا تتبان ليا نقية دايرين لهم تيرانات الدراري تيلعبو. هنا الجردة واحد التران هنايا معلقينو في رون بوان. جردة زوينة هنايا نقية في هاد الشارع نقي. وانا في انغولا عندهم النظافة مزيان تينقيو ومكاينش احياء لداخل شوية ناقصين وعندهم الدراري صغار بزاف تيطلبو لسوء الحظ. Obrigado. Amigo. تبارك الله شحال ديال الخضره خديتها تقريبا بشي 10 دراهم البصله خيزو مطيشه بزاف تاع الخضره تبارك الله باقا جديده وزوينه ب 10 دراهم. اوبريغادو اوبريغادو ماما هاتشا. هذا هو الريستورون اللي غادي نجي ناكل فيه ما غاليش بزاف ما غاليش زوين 30 درهم تقريبا ما كاملاش. شوف كيف قاد الدنيا هنايا. المدينة سبحان الله شبات لي في ازرو مع الديور ديالها بحال الشكل تاع البني اللي كاين في ازرو. والله الا تبعوا الجبال دايرين بها حتى هما في هاد الخضوره بحال هكا سبحان الله تقول ازرو. كيلومتر في العاصمة ديال المغرب ساعة الموطور باش نكمل الطريق ديالي نخرج من المدينة.
قمة جبل لوبانغو كاين تمثال نبي الله عيسى، ماشي هذاك اللي كاين في البرازيل، هذا كاين هنايا في انغولا. غادي نديكم معايا تشوفوه. والغريب في الامر هو هالطلوع هذا اللي كنت هارف منه، غادي نعاود نرجع وغادي نعاود نطلعو بالبيكالا. من الطرائف التي وقعوا لنا حنايا صانعي المحتوى هو تبدا تصور في واحد الفيديو وتبدا تدوي وفي الاخر تلقاك ما دايرش المود الصحيح في الكاميرا، فتتضرب لك كل شيء في الزيرو. كاع الطلوع اللي ضربت قبيله بالموتور نعاودو بالبيكالا المسانده، حد الدراري شافوني غادي طالع هما يجيو يتبعوني. بعد ما طلعت داك الطلوع صافي دابا ولا عندي غير البلا والهبوط الحياه، ويبان لي واحد الواد في الطريق وانا نفراني وانا نوقف نجي نشوف هاد المويه هادي كي دايره هنايا. سبحان الله كاع البلاصه اللي فيها الماء تعطيك الانتعاش وتحس بالحياه. واحد الشجر هنايا كبير تبارك الله. ها الفيلو انا دابا متواجهين لسيرا ديال ليبو، منطقه معروفه بزاف بالفيراجات ديالها، باقي ليا واحد 35 كيلومتر وغادي نهود لناميب، باقي ليها 166 كيلومتر ان شاء الله على مولانا اللهم يسر. الطبيعة هنا واعرة بزاف، تغيرات مبقاش داك الربيع كتير كتيف، نقص واحد شوية ولكن الدنيا تبارك الله باقا خضرا واعرة واعرة بزاف. بغيت نقول لكم داك الموتور قبيلة اللي داني من المدينة داك الجبل اللي فيه ديك ستاتيو تقريبا دار بيه 10 كيلومتر أليق 10 كيلومتر روتور حتى تقريبا 20 درهم، 20 درهم بالنسبة لي أنا مزيانة وبالنسبة ليه حتى هو مزيانة، حيتاش هنايا في أنغولا هي بلد منتج للبترول عندهم رخيص بزاف ليسانس والمازوت، المازوت عندهم داير تقريبا 30 ريال الإترو رخلة 30 ريال، وليسانس عندهم داير 300 سيفا هي تقريبا 300 شي 3 دراهم بحال هكاك. الحمد لله اليوم دبرت في مكان المبيت، ريحت شويه بكري دابا يلا شي الخمسة يلا نريح شويه نتكونسونطرا نخدم شويه نعرف داكشي اللي عندي، خاصه الحوايج ها هما يا هنايا لايحهم فوق الربيع يضرب فيهم البرد، كانوا فازقين لاطونت وعندي شي حوايج فازقين خاصهم يكرموا، لما كرموش تولي فيهم الريحه وهذا غلط كبير تيديروا بزاف تاع لي فواياجور، تتولي لاطونت والحوايج ديالهم الا كانوا فازقين تعطيو ريحه خايبه. فغادي نتكونسونطرا في هذا المكان الجميل هذا، هاد البلاصه هادي تاع طبيب بيطري وما لقيتوش هو، لقيت العساسه دويت معاهم صافي، عيطوا للشاف ولا ما عرفتش شكون قالوا لي راه واحد بالبيسيكليت طن طن صافي، قالوا لي هو الشاف ويقول لهم ماشي مشكل
صافي دخلت انايا ريحت مانستالي هنايا وخا من الصباح هما لاصقيني كانوا باغي الفلوس تيقولوا عطينا عطينا تيتسحبوني انا كامل الفلوس ساعه ساعه في الاخر شرحت ليهم وجيتهم فاش قلت لهم صافي خليوني قلت لهم انا باغي نخدم ونيت باغي نخدم عندي خدمه خصني نخدمها صافي رايح نسايب القهوه ديالي هنايا نرجع بها الدماغ يا ليل يا عين كنت خديت هاد الخبيزات هادو من السوبر مارشي هادشي واعرين ورخاص دابا هادو ربعه كانوا ربعه هنايا ب 236 كوانزا 236 كوانزا يعني شي 3 دراهم وزوينين في الماكله ديالهم تيصبروا ورطبين هادو تاع التعمار شي مايا حله وعمر خديت هاد لافاشكيري هادي دايره تقريبا 13 درهم 1000 كوانزا هاد لافاشكيري ما تناخذهاش بزاف هاد لافاشكيري قليل فين تناخذها ما لقيتش شي البديل صافي درت واحد الفرماجه هنايا واحد البيمو تا هويا نضرب حتى هو شي بيمو والده 5 غرات غادي تطلع ناضيه مع هاد القهوه هادي يا ليلي يا عين صافي ديرها هي هنايا بسم الله اياه تفكر في رحاب نقول معك فينك رحاب من قبيله ولا تندوي معاهم خلي تقريبا داك البارك تاع كيساما ولا كيكاما ممكن ما عرفتش فين تبات اليوم كاين واحد لوطيل حدا تيباتوا فيه الناس لي فواياجور بحالنا ولا في داك البارك ملي وصلت لهاد المدينه تاع لوبانغو مع جات في العاليه الفوق خاصه ملي طلعت لهاد الجبل دابا اللي فيه هنايا حسيت بالبرد محرك البرد هنايا اول مره جبت ساك كوشاج من شحال هادي ما جبتش ساك كوشاج حتى البارع عاد جبته اليوم عاوتاني تنحس عاوتاني كاين البرد سبحان الله جمعت كلشي وجدت كلشي دخلت لا طونط حتى نطيب فيها لداخل تندير فيها كاع كلشي حقاش دابا بالليل غادي يخرج داك الشني ولا الناموس كثير مع هذا الربيع هذا بلا ما دخلت انستال لداخل ونقاد المسائل ديالي ان شاء الله يلا تصبحوا على خير ميعادنا دوما ان شاء الله.